الحمد لله رب. ولعلك نسيت يا شيخ، أنت أول من يعني ألزمني بالتدريس. سبحان الله. إيه نعم. هذه نصحتك والله. جزاك الله خير. لأن التدريس هو الذي يثبت المعلومة. إيه نعم. نفعني الله في الفرائض بالتدريس. عندما كنت الشيخ عند شيخنا الشيخ محمد سعيد زليباني الله يرحمه ونعم الله، أجرى عملية في عيني. نعم. وطلب مني نساعده في التصحيح. نعم. و... اي نعم ما شاء الله. ما شاء الله. وانا شيخ كان عندي درس معكم. نعم ما شاء الله. فجئت اليك وقلت الشيخ شيخنا الشيخ محمد سعيد الله طلب مني اصحح اصحح معه اساعده. وانا مشتغل معك في الدرس فلا اذهب الى الشيخ. قال للشيخ من اليوم ما تقرا عندي خلاص. ايوه قال شيخك يطلبك. ايوه وتتركه. نعم. خذ اي وقت غير وقت الشيخ زيباني. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. حفظك الله. الشيخ الزيباني انا اعرف عنه جوانب غير هذه. اعطينا شيء. اعطينا من الجوانب. الشيخ الزيباني الله يغفر له ويرحمه رجل لا تراه الا يفعل الخير. الله سبحان الله. حفر ابارا كثيره في موريتانيا. نعم. وهنا ناس فقراء في المدينه ادخل لهم الماء في ذاك الوقت. نعم. كانت صعبه جدا الموضوع. صحيح. رجل يسعى في الخير دائما. صحيح. الله يغفر له ويرحمه. بجانب حسن الخلق والحرص على وبعدين جزاه الله خير. يعني بذل جهد كثير في طلب العلم. نعم. يتعب كثير مع شيخ العلم وتعليم في تعلمه وتعليمه. صحيح. كان شيخه العلوني. نعم. عبد الرحمن العلوني المضاي. المضاي. نعم. المضاي العلوني كان يدرس عنده. كان هذا الرجل يعني جيد من كل جهه رحمه الله. الله يغفر له. وايضا زميلكم هو شيخ كان معي في الاماره. في الاماره. الاماره والله. نعم. كنت انا في الاماره بعدين نقلت عن الاماره للشرطه وبقوا في الاماره حتى احيل على التقاعد. نعم. الحمد لله رب العالمين. لكن هو تقاعد تقاعد مبكر الله اعلم. لا ما لا اعرف اتاخر يمكن تقاعد مبكر. لا يمكن. نعم. الله اعلم. له اخو اسمه عواد واخ اسمه عبد المعطي على ما اذكر. نعم. انا اذكر شيخنا انا درست عنده المواريث 5 مرات. ما شاء الله. اي درست عنده الرحبيه 5 مرات. ما شاء الله. فكنت لما نجلس اذكر هذه اللي كانت مثل النكته عنده شيخنا. نعم. نعم. فكانوا ياتي الناس ليسالوا مثلا ليسالوه عن مثلا عن مواضيع معينه في الفقه. نعم. فيقول اما حلقتنا هذه فمن البقيع وانت رايح. الله يعني احنا نتكلم عن البقيع وانت رايح. اما قبل البقيع ما هو عندنا. ايام الحج الشيخ يكون زحام المسجد النبوي. صح. وطبعا البوابين يغلقوا البوابات ممنوع ما لا احد يدخل. فيجي الشيخ يقول عندي درس وكذا للبواب. البواب يقول له لا ممنوع. يقول له اسمع ترى لو تبغى اي خدمه نحن نعمل مع الاموات. يقول من الفجر اموات ادخل. الله يرحمه ما شاء الله عليه. الله يرحمه. كان احد لطيف وطيب كبار السن يعني دائما يمزح مع الشيخ. يقول يا شيخ ما تتغيب ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. مو 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 جويمل. مو جويمل. مو جويمل اسمه. لا جويمل صديقه. صديقه والله. فيقول له طالما الناس تموت احنا شغالين من وقت. الله ينعم رحمه الله. الله يرحمه الشيخ. الله يسلمك. الحمد لله.